عربية واحد بس اخر دقيقة. عالم فن عربية واحد تصدر. عربية تلاتة عايز تعرف بس هي الصورة كام؟ العربية الأخيرة دليل ليك. ماشي اتحرك عربية واحد. لا يا عم User left your channel. أنا بكلمك كده. كل العربيات العناصر الموجودة تقبلها وتاخد يبقى في مسافة بينها وبين عربيتين عشان الدي سي كده. User joined your channel. الله User joined your channel. عناصر نور سود البريد 300 جوه المدينة وفي مدنيين خلي بالك. انت بتتعامل بالصوص وامن المكان. علم يا فندم. حاول ترجع عربية واحد اخلي عربية واحد في الدار الشرطة. الناس تركز يا جدعان في سيفيليان واحد. الدرايفر والجنر خليك مكانك. الناس تنزل قدام من حواليها وتبدا تتعامل. اخلي في الدار شويه عربيه رقم 2 ونص. كريم انت في المفتوح حاول تاخد كفر. انا بعمل كده دلوقتي اهو ثواني. عربية رقم واحد ايه الوضع عندك؟ حاليا احنا في نص الطريق يا فندم ما بين عربية 2 وعربية 3. عربية 2 مكتوب كريم عربية 2. تمام انا موجود. تمام انا موجود دلوقتي جنبها. تمام عربية ثلاثة. تمام عربية ثلاثة تمام. عندك أي ضحايا؟ عندك أي مصابين؟ لا عربية ثلاثة كل اللي فيها سلام ومفيش أي مصابين. User joined your channel. نقيب كريم حاول تبدأ تبص على الجناب شوف طريق متأمن في كفر وحاول تبدأ تحرك العناصر على رجليها وعناصر تحرك المركبات. تمام يا فندم. عندي رؤية على عنصر على الطريق. لا فورو. User joined your channel. ميتنج 302. اعتقد دلوقتي نص الطريق مدنيين جنب العنصر في مدني. خلاص سقط تمام. ابراهيم
لك خد عناصر معاك بعربية وابتدي لف حوالين المنطقة اللي احنا فيها ديت. تمام سطح هيرنج 300 ده. تمام ماشي نص الطريق. معلش على صوتك. ايوه تمام. اسمه دوت خد عناصر تمام معاك هنا. تمام وابتدي لف حوالين المدينة الطريق دوت كده. انت عايزنا فلانك يعني ولا عايزنا نخش كده طريق؟ فلانك اه من على الشمال من هنا كده. تمام اه تمام ماشي. تمام فندم احنا ممكن نتحرك عشان المدنيين كتير قوي وعايزين نتحرك. تمام هبتدي اتحرك دلوقتي. انا عايز ان نجهر وطه وعبده معاك. انا عندي عربيه 3 على اقصى الساوث ويست. غلط كده ما يحطش اير بلادز. فندم ممكن الجنر ما يدوش تاني بس عشان المدنيين. عبدو انا عالجنر على العربيه ده. انزل وحد تاني يركب مكانه. تمام في موتوسيكل جاي على الطريق ناحيه الوسط. ده ايه؟ ده زياده في العربيه لو عايز. في موتوسيكل جاي تعمل معاه. عامل معايا تعامل معايا. انا هوجه حرك الثورات. تمام يا سيدنا الكريم. رقيب ابراهيم المجموعه اللي معايا بدات تتحرك. تمام يا فندم. شريف الراقب شريف فين؟ عنصر 312 ورا الصخرة تحت ال النخل عند المبنى نورث ويست. تمام انا مش عربية واحدة ضربت في ناس سقط. عندنا نقيب كريم واقع عايز ميديك عندي ورا العربية رقم. تمام انا بتحرك لكم ورا العربية رقم 2. لما استاذنك يا فندم اطلع اخد تبع عليها هنا كده اكفر الناحية دي. عالجانب ده خلاص انا هشوف عربية 3 على الكمال. ثابت عربية 3 ثابت ثابت ثابت. سواء هنا لانه مفيش غير عايز فورا العربيه تتكون وتبدا تبوش في اتجاه الطريق اللي تحت اتجاه القريه. دعم للفريق اللي اتحرك على اليمين. عايز تقرير يا ابني مين اللي عايش موجود؟ مين اللي واقع غير النقيب كريم؟ سلام حضرتك. عايز عربية يا فندم تتني وننزل. عايز عربية تكون درايفر وجنر وحد كمان معاهم يبدأ يتحرك لتحت. ركب ابراهيم سقط. تمام علي معاك تقدم لك بقى. User left your channel. User joined your channel. سلامة نتحرك على تحت يا فندم. موجود. سلامة. Microphone activated.
في الموتوسيكل جاي في طريق من البداية خالص. ليه عشان البتاع ده مفخخ. اخلي اخلي ورا شويه، اخلي ورا شويه. محتاج جنر هنا في العربيه رقم 2 رج... محتاج سواق يرجعني ورا شويه. عربيه رقم 2 بتحرك عليك يا امير. مجموعه اللي على الشمال وضع الركبي ابراهيم. ايه ركبي ابراهيم حاليا مش حاطه، مش حاطه بالحاطه مذكره بنحاول نعالجه. المجموعة اللي في العربية رقم 2 ورا اخلي واجمع معايا هنا في العربية دي. بسرعة كون لي مجموعة في العربية دي بسرعة كده بقى. الجنر كمان منطقة عامية في الجنر يا فندم. كله كله اخلي العربية رقم 2. اركب اركب اللي جنبي ده اركب. مركز مال معاك حد ميديك هنا؟ انا انا متاخر من الرياض. لا لا خلاص انا في عربيه عربيه واحد في عنصر واقف جوه واحده. ماشي بس انا استنى توقف شي جنب السيفيليا. بنقوم عليها هجومه حاليا مضرب ابراهيم وقطاع فقط كده. سايبين غانم ورا لوحده ولا ايه؟ ماتش ايه؟ طب اللي عشرة ريلود اشرف انت بيتك انزل اطلع مكانك مفيش مشاكل. ايه ريلود ريلود ماك ار بي جي من ناحيه الويست. شكلي انت عملته معاه تمام. تمام خطا ار بي جي خطا ار بي جي تمام. انت عملت معاه عربيه 3 ممكن تقدم الدعم دلوقتي. ابدا اتحرك ورايا. حاضر. مجموعه ركوب ابراهيم بس عنصر غالبا 279 ورا الثانيه. اضرب على مدني اضرب على مدني اضرب على مدني. تركب بريم وضع واخد سلامة استاذنك توقف بديك لان حالته ستيبل يا فندم. User left your channel. User joined your channel. الطريق بيعد حد ورا. خلي بالك مدني. تمام تمام. مجموعة اللي ورايا على المدرعة خد كفر في المبنى ما بين الشمال وابدا اكلي. User left your channel. User joined your channel. احنا بس محتاجين ميديك يا فندم قبل الكلير. انا محتاج خياطه بس. رقم 3 فين؟ عربية رقم 3 موجود. كيف غانم؟ اكتر من الملازق رقم ابراهيم جنبي يا رقم غني. ايوه رقم كريم فاء دلوقتي عربيه 3 هنزل منها. دلوقتي رقم سلامه بينادى عليك. اشرف اشرف انزل اشرف من عندك. في ماين في ماين تمام. رقم سلامه رقم ابراهيم معاك ورانا هنا في العربيه. العربيه
في العربيه. العربيه ليف توجه جناحات الشمال، جناحات اليمين. خد بالك من العربيات يا ابراهيم. تمام يا فندم. كيف كريم قام؟ غانم ممكن استاذنك تجري بس؟ تعال انا هنزل العربية. انا كنت سلامة استاذنك اروح لغانم بس يخيط. مجموعة الركاب ابراهيم وضعها ايه؟ العربية دي كلها بتاعتنا. تحذير بس يا فندم، للعلم تاني ان العربية الزرقاء الواقفة السودة دي ملغمة. تمام معلم. تمام معلم يا باشا. عربية تلاتة جاية من الظهر. عربية تلاتة جاية. تمام ماشي يا امير. انت في حد معاك العربية ولا لا؟ لا لا انا قلت ارجعها. تمام ماشي. اي حد عندك عادل ولا غانم محتاج ميتنج دخله جوه، ابتدي اركبوا العربيات وابتدي التحرك يلا بينا عشان نضم على ابراهيم. تمام عربية تلاتة جاهزة تتحرك. تمام ماشي يا امير، خليك انت دلوقتي تبتدي تقدم يلا قدام بالعربيه ولا بالعربيه. ايوه ابتدي تحرك دم على ابراهيم، وخليك ماشيين بسرعه بطيئه، سرعه 5 بحيث ان احنا نبقى متامنين. لا يا بس تعالى عربيه تجهز. تمام عربيه 2 اهو دلوقتي بتجهز. عربيه 1 مستعده. ممكن عمليات كريم على الشارع 1 لونج رينج 8. تمام يا فندم، انا خليت المصاب اللي معايا ضاع في واحده من امر الوجدان، وهنبدا نكلير الناحيه الساوث ويست من الفينش. انا بس عايز احذركم العربيه المفخخه، لو في اي عربيه مفخخه حاولوا تشيكوا العربيه المفخخه وحاولوا تفكوا ال يوزر جويند يور شانل. اختيار يا وضعك. تمام ماشي عالم يا فندم. اتحرك عليك. يوزر ليفت يور شانل. يوزر جويند يور شانل. خلي بالك ممكن يكونوا بيخفوها بوقت. انت بتحاجة بتحاجة هنا انجينير هنا. حاضر يا فندم. حاضر. تمام يا فندم امين. اتحرك العربية دي هحاول تكليرها بسرعة. تمام اعمل لها كلير للعربية الزرقاء دي هتشيلي معاك. عايز اي يحصل له اي حاجة. اتحرك بني ادم. مايكروفون ميوت. مايكروفون اكتيفيتد. مين هنا الانجينير معايا؟ رجالة مين الانجينير معايا؟ كان الرقيب جو يا فندم. كان انجينير. كان معانا طه وكان معانا امير. تمام امير انت انجينير معاك حاجتها؟ اه تمام يا فندم. ومع العربيه الزرقاء رد عليا قول لي ان انت رايح عليها، انا ما كنتش عارف. تمام انت قلت لي يا فندم اتوكل. تمام طيب ماشي. العربيه رقم 3 في حد زياده عندك غير الدرايفر والجنر؟ لا ما فيش غير الدرايفر والجنر. قمت يا شباب. سلامة. طيب لو انت ما فاضي وما عندكش حد يا ريت تجي على العربية رقم 2 بس. تمام. سيد الركيب ابراهيم انا فوت يا فندم، حضرتك فين يا فندم؟ انا مع انا في اتجاه الويست. User left your channel. User joined your channel. User joined your channel. يا ريت المدني اللي اتقتل تعرف مكانه وتدفنه يا كريم. ميديك ميديك يتوجه فورا ناحية الانفجار. غانم اتوجه يا غانم. تمام ابعد عن العربية بقى، ابعد عن العربية. تعال اركب العربية رقم 2 يا امير معايا، اركب العربية رقم 2. العربية رقم 1 ماشي. الناس بتتحرك بسرعة بطيئة.
ارسل فانت. انا حاليا هاخد المجموعة اللي معايا واتوجه لشانل 7 قصر المدى. تمام ماشي يا فندم، انا هتوجه معاك لشانل 6 لو انت هتتكلم تقولي المدى. تمام يا فندم ماشي. العربية اللي فيها اشرف رقم 1 تدي التحرك قدام وضم على رقيب ابراهيم بسرعة رقم 5. فندم انا في غرفة العربية ركبت مع الراجل سلام، انزل واجي لك. لكن كريم ثواني عشان ون لونج رينج. ثواني ثواني يا فندم. عربية 3 جاهزة للتحرك. العربية رقم 1 مين العربية رقم 1؟ سير انا عشان واحد طويل المدى ابعد. عربية واحد يا فندم اشرف حتصنر بس دلوقتي الفيليج مش يعني هم مش هيسيبوكوا هيهجموا عليكم، فالفيليج تقريبا كلير، فاحنا ممكن نتحرك الفيليج اللي بعدها. نتحرك يا فندم، احنا بنعالج الاصابات بس ونتحرك فوق. تمام ابدا توجه، ابدا توجه. ماشي 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 ماشي. يلا امير ابتدي تحرك بسرعه كده شويه. المنتج ده ينزل وانا مش شايف فيه ايه. ماشي يلا بسرعه خمسه بدايه تحرك. سرعة معينة؟ سرعة خمسة زي ما انت بطيء. امير شوف لي العربية الزرقاء دي فيها حاجة ولا لا؟ تمام يا فندم. كلير يا فندم. تمام ماشي يلا كده العربية بسرعة يلا. هو في موتوسيكل على جنب الطريق الشمال يا فندم ممكن يكون مفخر. عندي ولا عندك؟ عندي يا فندم. رقم العربية رقم كام؟ 2 9 سنتيمتر. عربية واحد يا فندم. تمام ماشي يا اشرف، خد بالك وانت معدي وخد جنب الطريق اليمين دلوقتي في التحرك يا امير يلا. تمام ابراهيم خلص البيت اللي عندك دلوقتي وابتدي اركب على الطريق. هبقى واقف لك قدامك ابراهيم على طول المدى عشان الست ثمانية. خلص البيت وابتدي اركب العربية اللي فيه، انا واقف لك قدام شوية. تمام ماشي تمام خلص البيت. امير وقف عندك دلوقتي؟ لا انا وقفت. انزل وشوف لي الموتوسيكل اللي جنبي انا عند العربية رقم 2 دوت في حاجة ولا لا؟ لا. وشوف العربية برضه، في عربية على شمالك البيضة دي شوفها. عربية البيضة كلير. شكل كلير. ثلاثة هم يا فندم موجودين قدامك هم، انت في واحدة بس قدام شوية. الاثنين كلير يا فندم. ماشي عادي وزع الناس انا ما عنديش مشكلة. رقم 1 2 3. ماشي خلاص تمام. اي حد واقف بره يبتدي يركب، اي حد واقف بره يبتدي يركب يلا. عارف والله رايت سلامة التيشيرت بقى ممنوع علينا، احنا كنا بنحب نلبس التيشيرت ده. حركة بس انت فيها مكان واحدة عايز مفيش مكان. يلا يا شباب اسرع من كده في ايه؟ كل واحد يعرف تركيم عربيته بعد اذنكم يا رجاله، وبعد كده اما ينزل ويخلي يرجع يركب مكانه تاني خلاص، ايا كان العربيه اولى تانيه تالته، وعارف العربيه يركب فيها فين. طيب
طب بقول لكم يا شباب معلش انا دخلت انا لسه داخل معاكم انا ركبت جنر في العربيه الثانيه بس عشان كان فاضي مين تبعت الجنر مكاني تمام مرات سلام امير معاك العربيه تكرم في انا العربيه رقم 3 سلامة دلوقتي ابدا عربيه رقم 1 ابدا اتحرك يلا فورا رقم 1 اتحرك عربية رقم 1 اتحرك مايكروفون عربية 1 عربية واحد سرعة كم محددة دي عربية رقم 1 مايكروفون activated عربية رقم 1 على شانل 7 فريق الركب عبد الركب ابراهيم عربية رقم 1 سامعني سامعني اكبر اجهز الاشتباك اجهز الاشتباك قف كده وشوف الموقف ايه كل اخر كل فبقى رقم واحد يجي افرد افرد العناصر اللي عندك تحت كل العناصر الموجوده كلهم بتبتدي تنزل مع الدرايفر والجنر معايا اتحرك اتحرك ملازم كلمه تشكيله 11 اخلي لورا اخلي لورا اخلي لورا معايا اتحرك معايا تمام تحرك على اتجاه الايست ابراهيم انت شفت الضرب جالك منين ولا لا؟ الضرب من اتجاه التكنيكال اتجاه 296 نورث ويست تحرك اخلي من عندها هفجر هحاول اتعامل عليها بالار بي جي رايك كلير بلاك لاست كلير بلاك لاست كمل مع اللي نزل منه كمل حركة في اتجاه المجموعة كمل حركة في اتجاه المجموعة مع شمال أمن شمالك مجموعة يمين اللي معايا أمن يمين عربية رقم 3 تحمي الظهر عربية رقم 2 تحمي الوسط دلوقتي
بقيه العناصر تحمل ساوث وساوث ايست. نركب اقول لك ركب ابراهيم بعد اذنك، انا كوب كريم اجمع عندي. من عمليات لاي حد على ان خطر بيها تشانل 1 لونج رينج 8. حد من العمليات من الارضيه 8 على تشانل 1 لونج رينج. سامعك بس ثواني، سامعك بس ثواني 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 على صلاح. معلش 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 ثانيه واحده بس، ثانيه واحده. انت سامعك تشانل 1 بس. انا دلوقتي عايز اكلم مجموعه دلوقتي جالنا معلومات العمليه الجايه صح؟ معلومات يا فندم. جالنا معلومات في القريه اللي اسمها الرادسيه، وهاخد النجار وطه بس كده، يبقى معايا ميديكال انجينير وواحد من الاستطلاع برضه. تمام حاضر يا فندم. تمام يا فندم. ابراهيم خد بالك المدينه اللي احنا داخلين عليها اسمها الرادسيه. عربيه رقم 2 اطلع قدام عربيه رقم 1 وامن. عربيه مخففه بتوقيت، خد بالك خد معاك انجينير عشان يتصرف عليها. تمام رايفل مان عندي، قصدي ماركس مان هنا. امير يا فندم امسك العالي بسرعه اتحرك. اسيب العربيه يعني خلاص؟ لا انت بتصلح خلاص، خليك مكانك. اوتو رايفل مان فين؟ اطلع امسك لي حته عاليه بسرعه. اي اتجاه؟ اطلع امسك اتجاه الويست، امسك على الصخره الاتجاه الويست هناك. امن الظهر، عربيه رقم 3 امن الظهر. عربيه رقم 1 اطلع اطلع على التل، اطلع على الطريق فوق، ما تبقاش نقطه عمياء، اطلع وبص على الطريق كامل تحت. تمام يا رائد سلامة، العربية جاهزة الحركة. اركب عالي ولا؟ لا طه اركب العالي يا باشا. ايوه يا فندم اتحرك لي انت يا ريس. بس سامع الدوشة جامدة قوي معايا، طلع كويس. طيب احنا هنتحرك اتجاه المدينة الثانية، المدينة الجاية. تمام هنعمل عملية استكشاف، هنعمل عملية استطلاع، وانت طبعا انجينير ونجير انتماتيك. عربية رقم 3 بص في الظهر، الله يبارك لك تسلم. تمام ماسكين الظهر، ماسكين. تمام طلع مكانه بس اللي قدرت. معانا هنا قرب تمام نطلع قدام. ماشي ماشي هنتحرك، هنتحرك على رجلينا. طيب تمام هيبي. شباب التأخير في ايه؟ حاضر تمام ماشي. معايا تاني حاضر المهم ياخدوا بس 24 يتحرك. ابدا اتحرك على عربيه رقم 1 وسيب العربيه دي يا ابراهيم. انت هتاخد عربيه منخنه، اطلع اطلع سيبها سيبها واتحرك على عربيه رقم 1. حاضر يا فندم بسرعه اسرع شباب شويه. والنجار وعطار عربية داخلة علينا تكنيكال من ناحية الساوث، تكنيكال من ناحية الساوث على علم داش. عامل فورا معاه. رقم 3 فيها مكان؟ خد بالك يا ابراهيم فيها مكانين. ثلاث مكان، ثلاث اماكن. عبده عامل معاه عبده. الجنر وقع سلمة. تمام تم تسقط العربية، خلاص تم تسقط العربية يا فندم. بس كده من عينيا الاثنين. ابراهيم انتظر ملازم زياد هيلحقك، ها متحركش الا بالملازم زياد معاك. هو حاضر يا فندم استنى في المكان اللي انا فيه ده وانتظر ملازم زياد. الشباب اللي كانوا في عربيه رقم 1 دخليهم باتجاهي لعربيه رقم 2. يا فندم تمام يا كريم. العربيه رقم 3 تمام 3 كده اتحرك بقى انت رقم 2 يلا عشان الدخان بس. ماشي عربيه رقم 2 استقبل العنصرين اللي كانوا في عربيه رقم 1 ركبهم معاك. شباب شباب بسرعه شباب، انتوا واقفين في حته مش اشرف انزل يا اشرف. عنصرين اللي كانوا في العربيه قدام خليلي في اخر عربيه ورا. ارجع ارجع في اخر عربيه ورا. تعالى تعالى تعالى
شوف تعالى تعالى العربيه ورايا. ايه شوف اركب درايه جانر يلا 195. هي تلاقيها مدينه يعني بين. لا لا احنا بنعرف في هدف بس في همبي. طب مش طيب 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 بدون نركب وبعد كده نتكلم. اركب انا عربيه انا عامل هي اولى اولى. مين ده؟ إيه؟ أكرم أكرم اللي جاي أركب وراك. تمام يا فندم مجموعة السلام تتحرك دلوقتي. يلا تحرك بسرعة. قائد سلامة قائد سلامة. في قائد جيب جيب داعش جيب كبير جدا لداعش على 244 يا فندم من الناحية دي. طب سلامة سلامة باشا عربية خليك مكانك خليك يعم. مكانك تمام في مكانين برضه حد عايز هناك اهو. انت هناك انا قدامنا انا اهو وديت هناك اهو. ايوه ما تبلغ انا جبت قاعده سلامه نفسه. انا جبت قاعده سلامه اهو. اه تمام ماشي أوه. ما بسرعة عندي لو سمحت. الاتجاه كده والمكان وصفها بس في السريع. انا مش شايف شايف البرج دوت. هو ده قصدك البرج؟ اه هو العلم بتاع داعش دوت. تمام عربية رقم 2 وعربية رقم 3 ابدأ تقدم شوية لقدام في اتجاه الطريق كده اتحرك. تمام عم بقى على 235 في بقى قرية فيها برضو ارهابيين استطلاع موجودة على تشانل 7 طول المدى. خد بالك خد بالك العربيات خد بالك خد بالك العربيات في معربية داعش قدامك. خد بالك اقف 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 متدمرة. اخلي يمين شوية يا فندم واتحرك. اخلي يمين شوية واتحرك. طب اضربها عشان تفرقع في يا نهار اسود. مش تمام زي ما احنا كده قائد. انا نسيت اشرب. تمام ثواني ثواني. طب نظام ماشيين زي ما احنا على طول ولا هي اتحرك عربية تتحرك. اخلي يمين وتحرك. انا قلت لك عد العربية وتحرك يمين. هل احنا ما احنا ماشيين على الطريق هنفضل زي ما احنا على الطريق ولا هنقف في حتة معينة؟ اوقف اوقف مكانك. User left your channel. User joined your channel. عليهم علشان كده التعامل عليهم جامد. انا بتحرك بتحرك. يلا اتحرك عربيات رقم 2 و 3 اتحرك. قول يا معلم انت بس تجوين معانا عشان انا مش شايفك في الماب. بس ميت سنايتك جبت العربيات. قول لي شو عارف. اه مجموعة الركاب ابراهيم وضعها ايه دلوقتي؟ اتنين همبي وقف عندك بقى. خد مكان و وزاوية كويسة وقف عندك.
هنقدر نمشي بوضع الاستعداد ولا نمشي عادي؟ يا عبد الله يلا عشان بسرعة. عربية رقم 2 و3 ايه الوضع عندك؟ انا عربية رقم 2 ما قدرتش تكمل الطريق بسبب تعامل قناص فوقفت ورا صخور. تمام، حاول تنسحب للخلف شوية وتاخد مكان افضل، ما تفضلش في مكانك. حاول تمام ابتدي تتحرك. عربية رقم 3 انسحب للخلف شوية. الصخرة اللي هناك دي معاك تاني افرد عند الصخور اللي حاول اتحرك. هم في ثابت مكانك، الكلام للمشاة خليك مكانك، انت اتعامل من مكانك، حاول تتحرك وتتعامل، هتحرك وتتعامل متوقفش في مكان ثابت. هنخش على المدينة والجنر يتعامل والعربية ماشية تمام. حاليا معكش دعم على الأرض، خليك بعيد المدينة وتعامل على أي أهداف بس بالنص. بص حاولي أي حد مش جنب الجروبات العربية اللي معايا كبر زي رجالة، كبر زي رجالة على السوق. ثواني خشش دلوقتي، ما تخشش دلوقتي يا كريم. تمام ماشي. ماركس مان اطلع لي في مكان عالي، اوتو رايف في المكان، امسك لي مكان كويس، خد بيلنج وامسك لي اتجاه. خد لك كفر عبدو، ارجع لورا عبدو، ارجع لورا. ماركس مان حاول تاخد مكان كفر كويس وتتعامل مع ناصر اللي جوه. اسحب عربية رقم 2 للخلف خالص وابدأ يتعامل مع العنصر اللي واقع. عربية رقم 3 أمن عربية رقم 2 في انسحابها. سمعت الأوامر؟ تمام معلم. اسحب عربية رقم 2 للخلف، عربية رقم 3 أمن عربية رقم 2، انسحبوا للخلف شوية. ما
كتب كريم مجموعتك مجموعتك رايح. انا ما سمعتش ولا حاجة. واحد واحد ومين قدام يا جدعان؟ مين اللي واقف قدام الواحد دوت؟ انا امير افندم جوه السبوك. تمام ماشي. لاحظت كم مدني جوه المدينة؟ تمام ماشي يا فندم. في واحد واقف. ايوه دخل و... تمام عاش. التاني بقى بص التريسر دوت شايفه جوه الاوضه 243 243 حاجه تقيله بتتعامل يا امير. في حاجه تقيله بتتعامل. وضع الاتنين هم ب 2 و3. مين تمام؟ عالجت الاصابات بتاعتك؟ عربية 2 لسه بيعالج الاصابات. طيب تمام. اول ما تبدا تعالج الاصابة اللي معاك ابدا. رقم 2 و3 الوضع. الوضع تمام. خلاص ابدا ادخل منطقة العمليات واشتبك مع العناصر. حاول تتحرك من اتجاه الاتجاه بتاعنا. ادخل اوف رود وتحرك الاتجاه بتاعنا. امسك المنطقة التلة العالية. تمام انا هنخش كده من على اليمين. تمام خد مجموعتك وتحرك. انا افضل هنا شوية. 31 في معاهم ار بي جي. لو عندك لهم رؤيه كويسه تعمل. كنت شايفهم بيضربوا من بكرر تاني يا صاحبي رقم 3 جاهزه ان هي تقدم الدعم. اطلع ما انا قلت لك حرك لي فورا في الاتجاه الويست اوف رود وامسك التل العالية من ناحيه من ناحيتنا احنا من ناحيه التقدم. بس همفي همفي بس واقف 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 ما تقدمش اكتر من كده. امسك بس مكان كويس وتعامل عليها.
كسره كسره كده. انا شلتها ولا كده حطيتها؟ تمام، مش شايف اي حد جديد، كله وقع. اللي انا شايفه بيضرب مش شايفه قوي يسر. اهو شفته، هتعامل عليه من بعيد. عربيه رقم 3 ضم عليا تحت، شايف عربيه من ده ولا لا؟ مهم يا عم الرقم، تكتبش ولا راح فين؟ اهو ثلاثة معايا. اللي على الأضرب من الناحية التانية ده عنصر ولا ايه؟ العربية بتقدر تدخل المدينة عشان فيها عناصر مستسلمة. تمام ماشي، انا بفلانك بس في خلف المدينة من ورا بالعربيات. تمام ماشي تمام. حاجة عادل؟ لا لا لا، الرؤية بتاعتك تمام واضحة. من نقيب سلامة للرائد، من نقيب للرائد سلامة على تشانس قصير المدى. سامعك علي واضح. تمام معايا عنصر دلوقتي يا فندم، بيقول لي ان في مصنع كده الساوث ويست محتاجينه، ان احنا يعني لما ندخل هناك. تمام عليا. تمام العربية ثلاثة هناك اهي. ياسين بينوت سمعنا، خليك معانا. لا معاك اهو. اني كده معاك، سامعك عناصر ما تتعملش عليك. سلامة سلم. سامعك يا تمام. انت هتبتدي تدخل المدينة امتى؟ انا معايا رز وعبده، وهتبتدي التعامل علينا جامد. خلاص انا هضم عليك من اتجاه ال في اتجاه الايست دلوقتي، هتحرك عليك. تمام تعالى يا دم كتير عادل من عجم. في انمي، في انمي على اس، على اس نازل من تحت فوق الجبل. مين اللي نازل على الجبل ده؟ بكبر قاعد عبدي قاعد كفر في المبنى يا فندم. لما نزل العربيه شوف
اخش اس اسحب عربيه 3 سموك على النورث ويست يا فندم. سموك على النورث ويست. تمام يا سلام، احنا جنب السموك دوت. تمام معلم دلوقتي اتحرك. بخلي بخلي. تمام ماشي. يموت ده ليه؟ وقعت عنصر اوتو رايفل مان. كتير يا فندم، كتير كتير يا فندم. عنصر 182 اثبت اثبت. سلام بقى، ممكن تجيب ثانية؟ عنصر مستسلم. اسحب من عليه السلاح، حد يسحب من عليه السلاح. Put your hands up! It's not going to be that easy, dare يلا غانم كلبشته. هو مش انا المفروض ان انا كلبشته، بس هو واقف كده ومصط سلك. تمام، مين العناصر اللي موجوده اللي جايه من الوسط؟ العناصر الصديقه ديت انا شايفكم دلوقتي بس مش قادر احدد مين. وسط، احنا اللي جايين من الوسط. ما كبس رايد سلامة وما. تمام، انا بعمل صدره بس. من الرايد سلامة اللي عملتها على الشانل واحد. سامعك علي ولا حمد؟ عندي عنصر حاليا من غير اي يونيفورم، مثبتينه وبنحاول نعالجه دلوقتي. ايه الوضع معاه؟ لا ما تعالجوش، موته. تمام وعليه مواطن. اعمل ده ادم جنيفا الشهادة اللي معايا. ادم انا والنبي ربنا يرحمه. استنى، ما عملتكش. اتحرك اتحرك. بس فين؟ فين؟ وضع عندك هنا كوكري. قدم انت خلاص، انا عالج نفسي. قدم انت، انا عالج نفسي. قدم انت مع السلامة. فجير من قدامي اهو، دخل من معاك يا فندم. انا جاي وراكوا اخر واحد. معاك على فين يا فندم؟ مع الوسط، انا مع الوسط 252 جول بيت. ده بص في الشباك. ده في واحد نايم على الارض. عربي ابيض كده. دير يا فندم. ده رقم 3 توجه على الطريق الرئيسي داخل المدينة. عربية رقم 3 مين اللي راكبها؟ عربية رقم 3 يا فندم. ميرسي. اتحرك يا فندم على الطريق الرئيسي داخل القرية. تمام، تخيل كريم اطلع فوق في البيت اللي هناك. فين؟ بدك داخل البيت؟ كتير عبدو من الناحية التانية.
حطك البوينت مين فريندلي، خلي بالك فريندلي هيجي من باب الدم. سلام انا موجود ده ساوث ايست اهو في وشك، تعالى لي بس عشان في محتاج منك. ده انا يا فندم، ده انا يا سين. تمام تمام. هو في عنصر قدامك دي بيقول لك انا بس محتاج عدويه ومحتاج ميديك عليه بس. User left your channel. طب رقم 3 يتقدم قدام شويه عندي. بس واحد. User joined your channel. فريندلي جنبك على شمالك، وصل نفسك في الطريق امشي على خمسة. اطلع بقى يا فندم اللي بيقول عليك. تمام يا فندم. كل القوات الموجودة على شانل 6، كل القوات الموجودة على شانل 6، في عناصر جاية من نورث ايست. في ارض فايز. عالي يا شباب. فريندلي يا فريندلي. فوق ده فريندلي. انا عارف ان فوق فريندلي، انت بتقول على فكرة الإجنبية جاية من نورث ايست. اخد البيت العالي شوية، اخد على هضبة هنا. من كريم لابراهيم على شانل 6 تقول لي ما تسمعني. عربية رقم 3، عربية رقم 3 حاول توجه نفسك في اتجاه التهديد اللي جالنا. تهديد على نورث. عنصر في الظهر، عنصر في الظهر، عنصر. زي ما انت ويتوجه كريم ناحية التهديد دوت النورث. ايه نورث ويست. تمام ماشي، خليه يأمن بس. بلغني ان هو اسمه دوت اتعامل مع اتنين، ولو في حاجه تانية في سموك مضروب يا فندم جوه المصنع على 223. بقى التيم بتاعنا فين؟ بس جوه لسه اسمه دوت غانم بيتعالجهم جوه يا فندم. انا بأمن الميديك. ماشي ماشي ماشي، خليك عادل معايا، خليك عادل. ماشي. هات واخد كريم. انا واخد هنا بوزيشن على المصنع من ورا عشان بس اسند السلاح. انا جاهز، تعالى لك يا باشا. خلاص الفرق اللي فوق تمام.
سلامه انضم في التشكيله فندم. ضم وامن المبنى امن ظهره. طب كريم انت فين؟ تمام يا فندم، انا مكبر غانم بس عشان نعمل ما بيفوق للناس اللي كانت واقعه وحطينا الحركه اللي معاك. اركب الهامبي اللي موجوده. ركز على الشباك كده يا محمد عادل نشوف لو في حاجه في حركه. اشرف ثابت عند المدخل بتاع المصنع. اشرف معلش ارجع ورا وامن مدخل المصنع. ناقب كريم حاول تقتحم المصنع وتكلير مع مجموعة المصنع. تمام ماشي يا فندم، الاستطلاع كانت واقفة فوق، انا دلوقتي خليتها انها تضم عليا علشان نروح على المصنع. تمام انا مأمن ظهر المصنع وفي عربية همفي تانية مأمنة المدخل. تمام ماشي يا فندم. اقولك عناصر في الدور الاول وعناصر في الدور الثاني. تمام في عنصر انا شفته نط من الشباك، ما اعرفش راح فين. نزل جه قدام المدفع. خلاص الله ينور. تمام مصنع دوت اللي فيه السايلوز ولا اللي فيه الدين ديت المقطر بتاع الكبيره ديت؟ يوزر جويند يور شانل. اللي فيه سيلوز جنبها مبنى كبير كده فيه عناصر كتير. مبنى كبير اللي جواه بتاع الصفرة بتاع اللي بتشيل الحاجات الكبيره. في عنصر على السطح للمصنع. تعمل يا عم. عيد تاني يا سلامة. اتحرك يا كريم اتجاه بتاع الخزانات الزيت دي جنبها مصنع. خلاص تمام. من عارف عامر العمليات عشان اظن. سامعك يا واد هيرس. عربية رقم 3 وضعك ايه؟ تخن المطيعة ولا تبي؟ ثانية واحدة. ضربت بس عرفت هنا. طيب. ممكن تنزل؟ ممكن تتحرك قدام شوية في اتجاه الطريق قدام شوية تاخد بس ممكن تنزل من ال رؤية كده شوف أي حاجة في اتجاهنا جاية من ورا. أنا في البيت يا فندم جنب الأرسنال. اتحرك ساوث ويست على نفس الطريق اللي أنت عليه، خد بس 500 متر قدام وارجع تاني. اتجاه يا فندم؟ نفس الطريق اللي أنت عليه اتحرك لقدام. العربية اللي فيها اشرف بتشيكوا جدا. تمام انت سلامة دلوقتي قال لك ان انت تتحرك على قدام ولا قال لك فين؟ كنت على الصخر قدام قلت تمام ماشي. انت العربية رقم كام؟ انا قاعد فوق. يبقى تشيكوا كل شوية. العربية رقم 2 فين طيب؟
اركب السطح طيب. عربيه رقم 2 و3، عربيه رقم 2 في ظهر المصنع، عربيه رقم 3 بتعمل بس دوريه خفيفه قدام في اتجاه الساوث ويست تامين الظهر بس. ابدا اتحرك انت فورا ناحيه المصنع والخيل. تمام ماشي، انا بس معايا مصاب عايز اخده في الهامفي عمال ما يفوق بس. طيب يا فندم حاول تتحرك بس بسرعه شويه عشان بقى لنا نص ساعه واقفين ورا المصنع. اركب العالي ولا عربية رقم 3 دورية؟ ايه الاخبار؟ اه يا فندم وصلنا المصنع طرق، هنلف ونرجع تاني. لف وارجع تاني على نفس المكان. نقيب كريم وضعك يا حال؟ تمام يا فندم، كان على تعمل دلوقتي بتصرف ثواني. ماشي، عربية رقم 3 ابدأ تقدم في اتجاه المدخل الرئيسي للمصنع وقدم دعم النقيب كريم. قرر يا فندم. تقدم في اتجاه المصنع، أمن المدخل الرئيسي للمصنع اللي كنت واقف عنده، قدم دعم النقيب كريم. سلام، انا من ناحيه الويست كده. جرعت فيار، جرعت فيار عليه. اللي فيكم معاه اسمه دوت؟ انا معايا ارض يا فندم، بس جرعت فيار. خلاص خلاص انا جيت مفاجاه بس كملوا عايزين. مش كمان ما بلغ يا عم، خلاص يا ابني يا ديني. خلصت المبنى؟ خلاص اهو دلوقتي. عبدو ضم عليا. عربيه رقم 1 فين؟ لسه موجوده في مكانها فوق التبه ولا نزلت؟ العربيه اللي كانت في مجموعه الاستطلاع. محدش بيرد ليه؟ اه رقم دي ابو سنه، وانت الباقي كله خليه هنا. مجموعة الاستطلاع عربية رقم 1، العربية مكانها فين؟ موقعها فين؟ احنا يا فندم احداثياتنا 06904. تمام علم. انت حاليا متكلف بايه؟ بتعمل ايه؟ حاليا يا فندم كان في اشتباك في وجود عناصر في مدينة احداثياتها 07-3053. النقيب كريم كلفنا ان احنا نروح نتشيك على الوضع هناك. نظرا مبدئيا من الدرون مفيش حد، بس احنا كنا رايحين نتشيك برضه تاني احتياطي. تمام معلم واضح. بلغنا فورا ان انتهى المهمة بتاعتك، وعشان تبدأ تضم علينا نتحرك على المدينة اللي بعديها. معلم يا فندم هبص عليها بصة سريعة اتأكد ان الوضع تمام، وبعد كده ابدأ اضم عليك تاني. تمام معلم يا فندم، ارجع تشانل 6. عربة رقم 3 فين دلوقتي؟ فندم انا كاشف شبابيك المصنع. تمام معلم، انا كنت عايزك ترجع في الظهر وتأمن المدخل من ورا عند النقيب كريم. احنا مأمنين الشبابيك دي من العربية رقم 2. خلاص في بي تي ار هناك يا اشرف، خلاص اتحرك. عايز ميديكال
الشباب يا جدعان. في عنصر تحتكم بالظبط ويضرب عليكم يا جدعان، حد ينزل يتعامل معاه. تمام، فوق الناس اللي بتعالج تحتك بالظبط في الغرفة اللي. تمام ماشي حاضر. انتوا ازاي طلعتوا الدور التاني من غير ما تأمنوا الدور اللي تحت؟ طب شفت مثلا في حد وقع هنا ولا هنا يا شباب ولا ايه الدنيا؟ تمام هنقعد. السلام من اخوي ابراهيم. سامعك يا هذا حرص. هل انت متكون المدينة خالية بالظبط تكليف من اخو الكريم؟ تمام يا فندم، ابدأ ضم عليا عند المدينة الأخيرة اللي كنا متوقفين عندها عشان نبدأ نكمل. عربية فعلا نورث ايست في النرويج. اتسوى ويا هو كمان. الله ينور. هاي الوضع عندك ايه؟ الوضع عندك هنا كوب كريم. ايه شاي انتلز معايا الانتل دلوقتي وجمعتها وهنشوف هنديها لمين دلوقتي. تمام يا فندم، يلا ابدا كون كونفوي تاني عشان نتحرك على المدينة اللي بعد دي. بلغ مضبوط الاستطلاع تجمع عندنا تحت، هي بتتحرك اهي خلاص. كريم بعد اذنك بدل العناصر اللي في العربيات بالعناصر اللي على الارض. حاضر يا فندم. تمام ضم على اشرف وارجع وارجع ارجع يا فندم. عمليات موجوده على 201 طول المدى. سامعك علي واضح. تمام يا فندم، دلوقتي الانتر اللي جبناها معايا دلوقتي، هل فيها حد ولا هي موجود معايا ولا ايه الوضع؟ اما هو الاستطلاع؟ نعم يا فندم. ممكن تديها حد من المخابرات؟ طيب المخابرات موجود فين؟ طيب وانا اديه له مين المسؤول؟ زياد. تمام خلاص ماشي. عربية 3 صح؟ دي عربيتنا يا هندسه. انا هديله دلوقتي الانتل ديت. تمام كده، شوف العربيات كلها ممكن تشوف.
دل العناصر اللي في العربيات سواق ودرايفر بعناصر تانية. عمليات هي الانتل دي بتتبدل عادي، هي جوه الانفنتوري ولا فين بقى هي؟ لا قولها له فيربل ولا رابط. بتتقرا منين طيب؟ من الماب من جوه عشان انا ما لحقتهاش. من ماب. هو انت شايف؟ انت شايف صح؟ هنا انزل عدد حاطط علم ده من السيد دلوقتي وركز في الاول. تمام تعديلنا يعني تمام. فاكر اسمه دوت المصنع الثاني اللي احنا كنا شايفينه واتجاه كام او كان فين؟ ميتين خمسة وتسعين. انا دلوقتي الانتل اللي معايا اللي بتقول لي ان هو 295 كده. شباب 360 بعد اذنك واسع. ارجع ورا الضهر، ارجع ورا الضهر، ارجع ورا الضهر. اوتيلهم اوتيلهم انا بديتهم خلاص. تمام ماشي. الناس اتمنى انكم بدلت الاماكن اللي كان في العربيات ينزل واللي كان على الارض يركب العربية صح كده؟ في تكنيكال دخل علينا، تكنيكال دخل علينا. اتعامل مع التكنيكال اللي جايه في الوش، العربية اللي في الوش الوحيدة اللي تتعامل. العنصر في العربية الأولى واقع. جانر العربية الأولى واقع. ده تعليق صحيح. اتحرك دروني ناحية النورس على بال ما نخلص فشل. بص زياد أنا معايا دلوقتي عمليات من بلجاني إن أنا أديك الإنتل دي. الكلمة أنا واخد بوزيشن جوه الفن كده. تمام يا فندم. اقطع نار، اقطع نار. رادسية في على اتجاه 840 متر في يا ابني. بعد اذنك تعالى معايا كده يا فندم. تمام ماشي تمام. كون كونفو يا ابني واتحرك يلا. اجمع يا ابني العربية. عربية 3 محتاجين حد يبدل معانا. حاضر حاضر. عربية رقم 3 في مين فيها؟ عربية رقم 3 عبد الرزق علوي وياسين. اخلي عربية رقم 3 اخلي اخلي. تمام. بس زي ما انت بتقول عبد الرزق علوي. بني عربية. الأرض معقد. ثانية سلامة بس. هو اي تي كنت اركب ياسين. ياسين كان على الارض. حسنت ملازم محمد حسن حبيبي. انت ازاي معكش تاب؟ ومعيش تاب. عبر رقم 3 ده من الضهر. حسنت النقيب كريم. عايز نتحرك. ايه؟ طيب تاب عشان لو في حاجة كده راكبني. مش شايف العربية كبيرة. وانت مدك؟ مش عارف كنت محتاجك تخيط حاجة. حرك اتجاه المدينة الجاية. لا انا هاخدها بس مستني. بس مستني سيادة الملازم زياد مع نقيب كريم. وانت بالعربية اللي بدلنا معاها دي رقم كام؟ اللي سايق مين؟ عادل اسمها العربية. المدينة الجاية اسمها ايه يا بني؟ اللي سايق العربية دي خلينا نحركها ورا شوية. وبعيد عن الكبير شوية. بعيد عن الكنفوي وطلعنا على الطريق عشان ابقى شايف الوضع. مدينة ايه معلش؟ لا مفيش حد راكب غير انا. عمليات موجودة على اتجاه الواقع المدى. سامعك علي ولا هير. سامعك يا سلام. ملاحظ. تبقى فيرست لاين كاجوال. صنع صار بصر على اخر بصر.
خدت من الغير موجود ده بس طول انا اخر المدرع تاني الاخ ليه في المكان ده ماشي كله عندك في اي ميد في المجموعه بتاعتك مكتب كريم يا فندم طيب ممكن تبعتوا لي المدرع عشان اتصاب في موتوسيكل داخل عليك ها ماشي كده اربعه تمام ماشي ابعت لي ميد بس هو المدرع بس خلاص قطعنا شوف كده كريم مين اللي ضرب عليا نار يعني خلاص انا فاهم يعني خد بالك ان هو ممكن يضرب على حد تاني نار تمام ممكن حد من عندنا مثلا ولا حاجه بس خلاص وقف زي ما انت عارف يعني ابراهيم وقع رفضوا ابراهيم وقع حصل القنبله في تعامل علينا يا فندم لازم انجينير يتوجه لي على العربيه رقم واحد بسرعه على طريق رئيس اتجاه الوسط يا رجالة في الانجاز عشان خاطر انا مش هنانا واقف نطري بيه هتاخدوا ضرب ده انجن يا فين الوتر رايح في المان اللي هنا؟ هل؟ انا ريز موجود يا اجمع عندي يا ريز اجمع عند اول عربيه تمام نجيب سلامه في عناصر موجوده على 110 هبتدي التعامل معاهم العربيه رقم 3 ده تمام يا فندم العربيه رقم 1 زي ما تمام السلامة من نقيب ابراهيم حقنا فندم بالهامبي بتاعنا تعطل شوية فاحنا هنضطر نتعطل شوية معلش اديني وقت خمس دقايق او ست دقايق لحد ما نصلح فندم تمام ماركس مان وترايس المان ابدا انتشر في اماكن عالية المجموعة رقم العربات السليمة اطلع انتشر قدام على الطريق عربية رقم واحد ابدأ تقدم قدام شوية على مفترق الطرق عربية رقم اثنين سليمة اطلع لي امسك مكان عالي اتحرك بسرعة العربية رقم ثلاثة عربية رقم ثلاثة العربية رقم ثلاثة اللي شغالة شوف عربية في عربية فيهم متعطلة اشتغلت يا فندم العربية سليمة دلوقتي خلاص جمع لي كونفو يلا اتحرك العربية تطلع لي قدام كده خلينا نلم العناصر عليها عربية واحد عند المفاري يا فندم تمام تعال بقى علينا يا فندم تعال بقى تعامل يا فندم تعامل يا فندم ارجع ارجع سحب 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 تعال دي تعال كلير بلاك كلاس كلير يا فندم تمام تعامل عبدو ايه رايك عامل يا فندم تعامل 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 أنا أتعمل نقيب كريم حرك الناس أنا مش هفضل أتفرج كده حرك الناس بسرعة تمام يا فندم العربية رقم واحد اللي بايظة يا فندم صح كده؟ العربية رقم واحد سليمة وشغالة قدام سليمة تمام العربية رقم اثنين الناس اللي واقفة جنبها العربية رقم اثنين لسه طالب المدى عطار ونجار ايوه عطار ونجار عطار ونجار
شوفهم في سبعة كده. هو موجودين يا فندم في ستة العسكرة حول سبعة. تمام ماشي. نقيب كريم انا مصف على الشال مرة اخرى. تتكرر. ثواني طب يا زياد ثواني معايا. ابراهيم على شانل 6 ابتدي جمع الناس وخليهم يركبوا العربيات ونبتدي نتحرك يلا بينا. يعني انت اللي تجمع ولا اصبر انا اخر واحد؟ عربية 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 قدام عربية جاية تانية يا فندم عربية جاية تانية. كل العناصر الموجودة على السكة عايزين نبتدي نركب العربيات ونتحرك. تمام يا فندم تعاملنا معاها. تمام اركب العربيات الهامفيز وفي التحرك يلا بينا. العربية رقم 3 لسه فيها اماكن ما لقيتش في عربية 2 ابتدي تعالي على 3. فندم الجنر العربية رقم واحد الجنر في 19 طلع بس. تمام يا معلم مستعمل متاح دلوقتي. في عربية جاية بتجي علينا. عربية تانية في عربية سرعة سرعة في 40 يا فندم جاي علينا يا فندم. ماشي ابراهيم وقع حد من الغنم اسمه دوت ميديك في العربية اللي على الغنم. تعالي ابراهيم تعالي ابراهيم حد جنب العربيه رقم 2 انا تعاملت مع المدرعه خلاص. انا عندي كنت تتسخ فندم من الجنر. ماشي يا فندم استنى. طب انا كنت بحاول اطلع عليك عشان اصلا عندي الجنر اصلا مفيش ذخيره. من الرائد سلامة للعمليات على شانل واحد تقول له عربية رقم واحد يا فندم بخارج عبدالنا خلص. تمام ماشي فندم. بطلب يا فندم الاكتفاء لحد دلوقتي بالمهمة والانسحاب للقاعدة وعادة عادة الريسبلاي وتكمل المهمة غدا ان شاء الله. تمام مفيش كلام. جمع كل العناصر وابدا اخلي في اتجاه القاعدة. ماشي تمام. اي عناصر موجودة فوق او تحت او في اي حتة تبتدي تركب الهامفيز وهنبتدي نخلي المكان يلا بينا. كل حد محتاج ميديك يركبوا العربية واهم حاجة يبلغني لو ما عندوش ميديك يبلغني ابعت له ميديك. تمام تمام يا فندم يلا بينا. ايه زياد انت اتعصبت على العربية ليه زياد؟ زعلك جامد اوي زيادة انت يعني علقت الزراع بتاعتي فيه اكلير الايرواي بس عشان ما تموتش. ابعد اي حد جنب الهامفيزي ابعد بس عشان ما تنفجرش جنبه. رجاء سرعة في تنفيذ الامر بعد اذنك. حاضر العربية قلبت والله يا سلامة هنعمل ايه طيب ماشي. زيادة تنرفز على العربية سلامة قلبها وخبطها فيا وبعد كده هات لي البيم بتاعك الناحية الثانية. في اي محدش يزعل زيادة بالظبط. يلا شباب خليك زي ما انت في اتجاه القاعده خليك زي ما انت هنرجع. فندم العربيه قلبت ناحيه الطريق دخل. ايوه ايوه عادي فكر واحده ثانيه يلا بينا. وبالك يلا عشان في صوت ضرب. تمام هنخلي للقاعده. User joined your channel. Oh,
عمليات يا ريت تعدل لي العربيه اللي فيها ابراهيم، تعرف تعدلها لي ولا لا؟ والله انا مش عارف. خلاص انا عرفت خلاص كده. تمام هنحاول بس ننزل من ابراهيم بس. خلاص هو نزل يا فندم. ده كله يركب العربيات، كله يركب العربيات. تمام عمل الشهداء دول، هات الشهداء دول. ما فيش مكان في العربيات يركب الفي دي ار. كلنا مروحين في نفس الكلام. ركوب ابراهيم انا مع عربي مع الهامفي مع الرايد سلامه، في ناس بعيدهم هنا. ترى له فتحه ولا طاهر؟ ترى له فتحه ولا ايه؟ يلا يا رجال بي تي ار اتحرك، اول واحد في المجموعة، اتنين هامفي وراه بسرعة. يلا متتحركش كده عشان ميحبطكش، اركب يا طاهر. مفيش مكان؟ مفيش مكان. تلحق البي تي ار. انا رفوع انت ترميت الجرس. ترميت الواد استنى ولا اصبر. كان في جنر اصلا؟ في جنر تعال خد زياد. لف العربية اللي في الظهر دي، يلا بسرعة. بس الفيديو عارفين عشان اركب فيها، مفيش مكان ليه. يلا عربية في الظهر. شفت بيه؟ لا تبي خليك انت هناك يا اشرف. جدعان عايزين نروح يا جدعان والنبي. امير. نعم امير. اركب امير. امينة سلام. انت معك اي حد لسه باقي ورا؟ اصبر اتحرك. اتحرك انا يعني خلاص؟ اتحرك. تمام ماشي. كل الفيديو تبتدي تتحرك، يلا بينا. مالهم دول؟ يا لهوي على السيفيليان البهايم. مش من امتى من الوقت؟ ميتين دول؟ الله يرحمهم. ما موت سيفيليان الله ينور. داعش. روح عربية داعش ده فاضي من دلوقتي.